معانا دلوقتي واحد من اهم المدربين اللي جم في النادي الاهلي في السنوات العشر الاخيره، حقق مع النادي الاهلي انجاز كبير وهو الفوز بالكونفدراليه الافريقيه، البطوله الوحيده في الكونفدراليه الذي يفوز بها النادي الاهلي، بالتاكيد قبل مواجهه كبيره، مواجهه الاهلي والوداد. معانا المدير الفني الاسبق للنادي الاهلي وايضا الوداد المغربي الاسباني خوان كارلوس جاريدو. خوان كارلوس جاريدو، مساء الخير، بشرفنا ومنورنا. السلام عليكم. اهلا جميعا، اهلا، مساء الخير كثير، شكرا لكم، لانني سعيد جدا لكوني معكم وكوني مدرب سابق للنادي الاهلي وقمت في الاهلي ومصر جميعا، شكرا لكم. احنا كنا دايما سعداء بيك في مصر ودايما سعداء بتواجدك كان مع النادي الاهلي ومع الانجاز اللي عملته مع النادي الاهلي. قبل ما اتحدث كثيرا عن النادي الاهلي وبالتاكيد اتحدث عن مواجهه نهائي دوري ابطال افريقيا بين الاهلي والوداد، لازم اسالك، شاهدت ازاي اليوم الدرامي في البريمير ليج في الدوري الانجليزي بين ليفربول ومانشستر سيتي والحسم كان لمانشستر سيتي في النهائي؟ المان سيتي لا أعرف، أنا أيضا، لكن أيضا محمد صلاح كان يستحق، هو لاعب كبير، ولكن مانشستر سيتي أنا لا يستطيع أن يلعب بشكل جيد، ولكن ليس لدي الكثير للقول والتحدث عن هذا أو هذه المباراة. طيب محمد صلاح، على ذكر محمد صلاح، هداف الدوري الانجليزي في 5 مواسم، ثلاث مرات يفوز محمد صلاح بلقب هداف الدوري الانجليزي، كيف تشاهد محمد صلاح بهذه الروعه وهذا الثبات في المستوى؟ محمد صلاح هو لاعب كبير وهو شخصية قوية ويعرف كيف يقدم أفضل مستوياته، وهو لديه شخصية كبيرة كلاعب يقدمها في الملعب ويستحق أن يكون من ضمن أفضل اللاعبين في العالم. أعتقد أن هو في الفترة التي كنت فيها في مصر كان لدي الكثير من الأصدقاء الذين كانوا يتحدثون عن صلاح، هو شخص جيد ويعرف ما يفعله وهو يستحق أن يتواجد دائما ويشرف ويقدم أفضل مستويات مع منتخب بلاده ومع فرقته. هو شخص ودود ولاعب عظيم ويستحق ذلك.